يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يستطيع الإنسان قراءة كتاب التفسير بدون معلم أو شيخ يقرأ عليه؟ فهل يستطيع أن يقرأ في كتاب تفسير ابن كثير دون أن يبدأ بتفسير المسيري أو السعدي أو غيرهما؟ الاستطاعة يستطيع أن يعني يفتح الكتاب ويقرأ تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير السعدي أو غيره، ما من حد ما يستطيع، لكن ما يحسن هذا أنه يقتصر على قراءته، لا بد أنه يقرأ على أهل العلم. نعم يقتصر لا ما يصلح، أما أنه يقرأ ويطلب العلم على المشايخ ما في بأس. نعم.